بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هلا بالحلوين، انا مفرح خطاب. يلا بينا النهاردة نعمل احلى واجمل تورتة ممكن تعمليها. شايفين بقى الجمال، حاجة كده يا باشا. اعمل التورتة النهاردة مقاس 28، هقولك على سعر البيع الجديد، وهقولك كمان هتكفي معاكي كام فرد. يلا نبتدي على طول في طريقة التحضير. اول حاجة هبتدي بيها طبعا هيكون معايا الاسبونش الجاهز. هستخدم 6 حبة من البيض. في الوقت ده انا اكون شغالة الفرن بتاعي على درجة حرارة 170 او 180، ومعليهم كمان نص كوب من المية، رشة من الفانيليا، معلقة كبيرة محسن جل، ونص كده من دي الفانيليا الاسبونش الجاهز. هضربهم كويس كده جدا بالمضرب بتاعي الاول كده، وبعد كده هشغل المضرب. عايزة اقولك ان انا بشغل المضرب شوية وبريحه شوية عشان ما ينحرقش مني، عشان طبعا هو زي ما انت شايفة كده ضعيف. تمام كده، بعد ما يبقى معايا القوام يفتح ويبقى معايا بالقوام دون كده زي الكريمة، هبتدي اجهز الصينية بتاعتي اللي ادخلها الفرن اللي هي مقاس 28. هعمل كده الورق الخبز كده او الورق الزبدة بالطريقة دي، واقصها بالمقص عشان تبقى معايا دورية كده في قاع الصينية بتاعتي زي ما انت شايفة كده بالطريقة دي. وبعد كده هعلي كده الجنوب زي ما انت هتشوف دلوقتي. إيه، هجيبي بقى انت بقى شوية من الاسبونش عشان تثبتي عليها الورق. حبيت ان انا كده افرغ المضرب بدل ما كده ما اجيب من الاسبونش واعمل بالصينية. وبعد كده هعليها وهظبطها كده واخبطها 3 4 خبطات على الصينية على الرخام عفوا، وادخلها الفرن كده لما تاخد معايا من تقريبا 35 ل 40 دقيقة. هجيب الورق العالي كده، وبعد كده هغطيها تبرد معايا تماما، واجهز الكريمة 2 كوب من الكريمة، وعليهم كوب من السكر البودر، معلقة كريم باستري، 3 معالق من اللبن البودر، لو مفيش لبن بودر تقدري تستخدمي لبن عادي، و3 كوب من المية المثلجة. هبتدي بقى ان انا اشغل المضرب كده واعملهم معايا خالص لما تبقى الكريمة كده تبقى متماسكة معايا وفي نفس الوقت ناعمة جدا. وبرضو بريح المضرب شوية وبشغلها شوية لما تبقى معايا بالقوام اللي انت هتشوفيه دون ما شاء الله. وبعد كده هجيب الاسبونش بتاعي، هبتدي بقى ان انا اشيله كده واقشره كده بكل سهولة، عشان انا جبت كده الورق العالي غطيت بيه وجهي كده الصينية بتاعتي، وبعدين بفوطة المطبخ او باي فوطة عندك نظيفة فبيتقشر معاكي بكل سهولة. تمام كده، وبعد كده هجيب بقى المنشار بتاعي، هقسمه على 9 وهقسمه ل3 ديسكات. عايزه اقولك اللي هو جميل قوي وتحفه ومستوي وجميل وقد ايه كده هاش وطري في نفس الوقت. هكون بقى يعني مظبطه معايا الدنيا، اكون معايا اللي هو الشربات اللي هو الخفيف او السيرب اللي هو الخفيف. هجيب الاول كده معايا القعده اللي هي مقاس 30، انا استخدمت القعده مقاس 30 عشان اقدر ان انا اتحكم في التورتيه بتاعتي وما تقعش مني، واجيب كده شويه من الكريمه اثبتها كده على البورد اللي هي القاعده. وبعد كده هستخدم اللي هي الكيك، عشان لو انت بتقدميها لا قدر الله ما يعني ما تتزحلقش منك او ما تقعش منك وانت بتقدميها للعميل، او وانت بتحطها في الكرتونه ما تخربش منك. تمام، سقيت كده الكيك بتاعي بالشربات الخفيف، وبعد كده طبقه من الكريمه، وحطيت كده صوص اللي هو صوص التوت. انا هحشيها هنا صوص توت، وهحشيها كمان اللي هو صوص الجلو فراولة وكمان مكسرات. عملت تاني طبقة كده، وبعد كده عملت عليها جلو فراولة. انا استخدمت جلو المتحدة، عايزة اقولك اللي هو تحفة جدا، وكمان استخدمت كريمة المتحدة تحفة قوي وبترمي معاكي جميلة، وفي نفس الوقت يعني بديل اللي هي الكريمة السائلة، جميله جدا في الحشو وفي التمليس او التجليس بتاع التورته من بره. حلوه قوي، معروفه طبعا غنيه عن التعريف، هي غاليه شويه بس بجد تحفه قوي وبتغنيكي عن حاجات كتير تانية. هبتدي بقى ان انا اجيب بقيه كميه الكريمه كده واجلس بقى التورتيه بتاعتي كويس جدا لما تبقى معايا جميله. عايز اقول لك ان الكريمه تحفه قوي وناعمه وملصقه معاكي كده ولينه، وبتخليكي كده تجلسي التورتيه بكل سهوله ومفيش كده وقت معاكي ولا اي حاجه خالص. تقدري تعملي اللي انت تجيبي كيس لبن زي ما انا كنت بحشيها كده وتمشيها كده من الجنوب، لو انت مش هتعرفي تعمليها بالسباتيولا او ان انت تعرفي تتحكمي فيها، دي بتبقى طريقه سهله قوي ان انت تعمليها كده بكيس لبن وتظبطيها. وبعد كده ما ظبطتها من الجوانب، وهبتدي ان انا اشنشرها كده بالمنشار دون اللي هو الاسكليبر المشنشر، ولو في كيك باين بتقدري ان انت تصلحيه كده وتظبطيه كده بالكريمه وترجعي تاني تشنشريها. دي جبت شويه كده من نيوتيلا، خففتها كده ب3 4 معالق من الزيت لما بدات تبقى معايا بالقوام دون، انا عايزاها تكون تقيله شويه مش خفيفه.
ابتدي بقى ان انا اعملها نص كده شوكولاتة والنص التاني اللي هو التزيين العادي الابيض. جبت بقى القمع النجمة واعمل بقى كده روزتات او اللي هي الوردات اللي انت شايفاها دي، سهلة قوي وبسيطة. وهجيب كمان الاسكبر المشنشر وارجع تاني كده وراحة جاية عشان تدي كده النص دون شوكولاتة تبقى قمر كده. انا ما كنتش عايزة انزل عليها بدربات، انا حبيت شكلها كده. والنص اللي هو بقى الفانيليا هنزل عليه بشوية من الجلو الفراولة، هظبطها كده عندك بمعلقة كده صغيرة بالطريقة دي بكل سهولة. او ان انت تقدري بقى تجيبي كده التورتاية بتاعتك وراحة جاية كده لما الجلو يثبت عليها. هجيب كده شوية من الشوكولاتة اللي هي الفرماسية اللي هي الصغيرة دي، جبت حبة كده من اللي هي النوع الشوكولاتة ابتدي ازين بيه الجزء اللي هو بتاع الشوكولاتة. وهجيب بقى اللي هي اللي الفانيليا هجيب لها اللي هي الفرماسية الملون اللي هي الصغننة اللي انت هتشوفيها الوقت دي، بجد حلوة قوي. عايزة اقول لك هي كانت هتديها منظر تحفة. انا ما كانش في دماغي اللي هو تزيين معين، هي جت كده بظروفها، بس في الاخر كانت التورتاية جميلة قوي وكان شكلها شيك، حبوها كل اللي جربوها شكروا فيها جدا. هبتدي ان انا اجيب بقى كريزات هقطعها كده الاربع، هقطع الواحدة على اربعة. وبعد كده هجيب اللي هي الوردات او اللي انا عاملاها اللي فوق اللي هي الروزتات دي، هزينها كده بالطريقة دي، سهلة وبسيطة وبجد التزيين بتاعها مفيش منه يعني مفيش فيه اي صعوبة. هبتدي بقى الجزء ده وانا اجيب فيه اي شوكولاتات انت حباها او اي شكل طبعا انت عايزاه. ابتديت ان انا جبت بقى كده في النص كده شوكولاتة بحالها كده بالكيسة بتاعتها، كانت حاساها شكلها شيك. وفي نفس الوقت جبت اللي هي الشوكولاتات المبشورة حطيتها كده بينها وبين بعضها كده، المفروض كنت اعملها الاول بس حسيت ان الشوكولاتات مش هتثبت عليها. وعايزة اقول لك كمان مهمة يعني جدا، كل كده فترة والتانية كنت لازم انا ادخل الكيك بتاعي يثبت كده عشان اعرف ازينه، كل ما تريحيه افضل ليكي. يعني انا بعد ما جلستها او بعد ما ملستها وغطيتها كلها كده بالكريمة حطيتها كمان في التلاجة تشد شوية، وبعد كده خرجتها عشان اقدر اتحكم في التزيين بتاعها. مقاس 28 هيكفي معاكي من 16 فرد ل 18 فرد او ل 20 فرد كمان على حسب علو التورتاية بتاعك او على حسب اللي بيقطع. انا عايزة اقولك كمان ان انا بطلعها بعد غلو الاسعار دون ب 200 جنيه. عايزة اقولك اللي هي كانت تزيينها سهل وبسيط، واللي اخدوها اتبسطوا جدا بشكلها وانبهروا بيها من حلاوتها ومن طعمتها. بتفرق معاكي جدا نوع الخامات اللي انت بتشتغلي بيها ايه، وبيفرق معاكي كمان التزيين او الحشوات. بجد كانت تحفة جدا. كنت معاكم فرح خطاب، يا رب تكون الطريقة بتاعتي عجبتكم. ما تنسيش تدعميني بلايك وشير الفيديو مع اصحابكم عشان القناة تكبر بيكم يا حلوين. ويا رب اكون بفدتكم لو بمعلومة صغيرة. كنت معاكم فرح خطاب، سلام عليكم.